حياتي بوحدها، قصتي بوحدها، الزوج ديالي بوحدو، ولادي بوحدهم، يعني عندي واحد الحياه عوامل كتختلف اكزاكتومون. المقومات ديال حياتي ما يمكنش يكونوا مقومات ديال شخص اخر. الا بغيت انا نولي هي هذيك الشخص، يعني هنا كنخطأ، هنا هو الخطأ اللي كنرتكب، وهنايا فاش كنحس بنوع من الإحباط، لأن كنقول علاش أنا ما نقدرش ندير بحال هاد السيدة أو بحال هاد الممثلة. كتكون إحباط إكزاكتومون، ربما إحباط وتأنيب الضمير، كتقول يمكن واش أنا ما عطيتش حق لولادي بحال ولا راجلي ولخدمتي ولكلشي، لأن كتكون المثالية كتشوفيها في داك الصورة اللي كنلقاوها في المواقع التواصل الاجتماعي، فبالنسبة لك إلا ما كنتيش بحالها راك محبطة وراك ما كديريش الدور ديالك كما هو إكزاكتومون. هذا ربما في دواء كنا كنتحدثوا انا وياها في لي كوليس في الاعداد ديال هذا البرنامج، وتحدثنا على مساله مهمه، هو البنيتات الصغيرين اللي كيشوفوا هذيك انستغرام، فربما في دواء كيكون تاثير عليهم بهذا القضيه. اكيد اكيد بطبيعه الحال، لان حنايا دائما كنديروا التربيه بالمثل، يعني تنتبع واحد القدوه كتعجبني، هذيك القدوه ممكن تكون الام ديالي، او ليلى كانت الام ديالي ما كت يعني الريبون با لواحد لي كريتير اللي انا كيعجبوني. يعني في مواقع ديال التواصل الاجتماعي كنولي كنفر من المثال اللي عندي في الدار وكنمشي نقلب على مثال اخر، وهنايا فين كاين لو دونجي. اتونسيون، المقارنه دائما كيخليونا نعيش واحد النوع من الخلل، وهذاك الخلل مني كيكون عندنا في حياتنا كنوليو عندنا علاقات شويه صعيبه، كيولي كيوقع واحد النوع من لو ديزيكيليبر، يعني عدم التوازن، وكنوليو كنبداو كنتهموا بعضياتنا علاش انت ما درتيش. نسينا واحد المساله، بان حتى الازواج بعض المرات كيكونوا كيشوفوا هاد لي زيكزامبل وكيقول علاش انا في داكشي اللي عندي في الدار ماشي هو هذا.